رمضان كريم. رمضان كريم. أجواء رائعة هذا المساء قرب حي عين السلطان بواد شراء. والجو عندنا اليوم مشمس كما قلت لكم. كما راكم تشوفوا هاد البلاصة هنايا في الواد ديال شراعة كاين هاد الشوك. هاد الشوك هذا يعني خلقت فيه البوبوش. البوبوش حنايا نقولوا لها قموشة في مدينة بركان. هاد النوع تاع البوبوش ها هي. شوف شتو يعني خلقت بزاف هنا تاع البوبوش، ولكن البلاصة كما عارفين يعني ماشي شي بلاصة اللي هي نقية باش الواحد يديها يعني يدير بها شي طبق بحال اللي يديها يعني يصومها يعني. هاش تبارك الله. شوف شوفوا تبارك الله ما شاء الله البوبوش. هذا هو النبات اللي وريته لكم في ديك الجهه يابس هنايا راه عاد خضر. هذا اللي لقيت فيه البوبوش كيدير هذه بحال القرنيعه. بقيه هنايا هاد الجدره عاد بقيه خضره يعني ما يبستش، ولكن هذاك اللي ملهي هايبس مع الجفاف مع هاد العام الشتا ناقصة وكل شيء بس. حتى الواد نشف بالماء يا حصراه ما بقاش فيه الماء بزاف. كما شفتوا الاجواء الرمضانيه هذا المساء طرق ولوت يعني شي غادي شي جاي. وسائل النقل موبيلات طاكسيات طوبيس هنا في هذه البلاصه كاين هاد النبات. هاد النبات يعني كينبت في وسط الماء من زمان كان في واد شراء موجود بزاف ويدسو فيه شي دجاج. هذاك الدجاج كذلك ديال الماء. وشوفوا سبحان الله العظيم يعني دار بحال القطن. شوف دار هذا كما القطن. هاش شتو
سبحان الله تقول قطن. شوف بحال الصوف، يعني مين كيوصل كيدير هاد القطن. شوفوا شوفوا سبحان الله العظيم. ما امكن باش ندور على البلايص اللي خضره شويه ونشاركها معكم. بحال هاد البلاصه هنايا شويه خضراء، عاد باقيه خضراء هنايا. منا يابسه، من هاد الاتجاه يابسه، ومن هاد الاتجاه خضراء، حيت هنا في هاد البلاصة بقي الأرض يعني قريب لها الماء، جات يعني هاودة شوية. وهاد البلاصة من هنايا على شي بست يعني جات طالعة، جات عالية شوية على البلاصة الأخرى، لأن أصلا الماء في الواد يكون قريب للأرض كما نقولوا، الأرض تكون رطبة بالماء. إيوا نطلبوا الله سبحانه يعطينا الشتاء على قد النفع. آمين يا رب العالمين. هالبوبوش هالبوبوش البوبوش موشه